الآن اتصال ومداخلة من الأخ أبو أحمد من محافظة بغداد، حياك الله يا أبو أحمد. حياكم الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام. وبركاته. مرحبا أخي العزيز، حياك الله يا أبو إن شاء أحمد، الله تفضل. ليلة رجبية مباركة عليك وعلى السيد وعلى جميع المستمعين إن شاء الله. آمين، أحسنت، الله يبارك بيك. نعم يا أبو أحمد. الله يسلمك حبيبي. عندي سؤال يعني، نعم بصراحة كنت سابقا يعني مختصر يعني مفيد أعطيكم. يعني كنت سابقا أعمل محل مال مواد غذائية. نعم. وكنت يعني صراحة بسبب العود وهذه بديش الفترة يعني قبل 15 سنة تقريبا هيك، كنت آخذ منهم أموال يعني بدون ألمهم. نعم. لكن ورا فترة يعني تركت العمل عزهم أني وهذه. لكن تدري يعني إحنا يعني المحافظين وكذا، هذا المبلغ يعني هذا الشيء قلقني جدا. نعم. ما اعرف شلون انه انا استطيع انه ارد لهم الدين، نفس الوقت انا ما اعرف انا ايش قد كنت يعني ماخذ منهم المجموع الكلي. طيب الان انت تعرفهم هؤلاء الاشخاص، تندلهم، تندل اماكنهم. نعم. تندلهم الان اللي كنت تاخذ منهم فلوس تعرفهم؟ اي يعني. طبعا اندلهم واعرفهم طبعا. طيب. طبعا هو صار اكثر من 15 سنه تقريبا هيك. طيب. واضح ان شاء الله، سمح السيد يبين لك هالمساله هذه. الله يبارك بك يا ابو احمد، شكرا لاتصالك. نعم سمح السيد تفضل. انا شاكر لك يا اخي الكريم على صراحتك وعلى ندمك وتوبتك، ولكن التوبه هنا لا تكفي. نعم. لان التوبه اذا كانت بينك وبين الله وامر بينك وبين رب العالمين، تركت الصلاه تتوب الى الله، فعلت الزنا تتوب إلى الله، شربت الخمرة تتوب إلى الله، في أمور الله هو اللي يتكفلها. أما حقوق الناس التوبة لا تكفي. التوبة لابد من إرجاع المال إلى صاحبه، إرجاع الحق المسلوب إلى صاحب الحق. فأنت لابد من إرجاع هذا الحق. تقول شلون أنا ما أدري؟ أولا تقول ما أدري، شنو ما تدري؟ مقداره خو انت قدره ايش كنت تاخذ. نعم. هذا ممكن تقديره، اخذ زايد ولا شنو ولا ناقص. شلون اوصل هي؟ اوصل اعطيه مصطفى، قول له مصطفى ذاك المحل هذا، قول لهم يابا هذا واحد الثانيه قال مالتكم انت منو كذا، مش مدري واحد شفته. ايصال الحق الى اهله، لا يشوفوك ولا يعرفوك ولا يسوون مشكله. نعم. وما اريد اقص لكم قصه، ما أريد أقص قصة. قبل كم شهر إجاني ولد من إحدى المحافظات، وولدهم على حال شاب مثل قصتك أنت، يقول كنت أشتغل ويا جماعة، كنت أمد إيدي على الدخل، وقبل 15-16 سنة، هو قال لي قبل 15-16 سنة. نعم. يقول الآن أنا متندم، شو أسوي؟ قلت له تعرفهم؟ قال إيه. قلت له اعطيني أرقامه، أخذت أرقامه، خابرتهم، السلام عليكم وعليكم السلام. نعم. منو؟ قلت له سيد رشيد الحسين. حياك الله سيدنا، ما ادري ايش، رحبوا. قلت له اكو واحد بذمته لكم حق، وهذا الحق يمي، ايضا اوصل لكم اياه، تبروا له الذمه. هم يظهر كانوا هواي ماكولين، يعني صناعهم هواي سارقين من عندهم. نعم. قالوا لا احنا كذا سيدنا هواي وكلنا. قلت له بابا هسه هواي وكلتوا، هذا الولد جاي تائب، وانا اذا اصير شفيع والحق يمي موجود. قال ايش قد؟ قلت مقدر هو الرجال بالملايين. نعم بالملايين جابن. فاجوا لبيتي وانا اعطيتهم اياه وانحلت. لا شافوا لا، وهم اصروا ان سيده، قلت ابدا لا اقول اسمه ولا هاي، خلوه ابروا له الذمه. يمكن ذلك؟ نعم يمكن. ففي الدنيا أن ماذا؟ أن تبرئ ذمتك خير من الآخرة. الآخرة ماكو بعد ما آخر، ما أقول يا جماعة تعال ابرئ الذمة لهذا، يقول ماكو يا ربي، خلي يشيل ذنوبنا بس. في يوم القيامة كل واحد يصير وان نفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وفصيلته التي كانت تؤويه. أمك أنت تشرد من عدها، فكيف إذا صار؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوبة وبراءة الذمة. واضح تماما رسالتك للأخ أبو أحمد بأنه لازم يقدر الأموال ولازم يرجعها لأصحابها بأي طريقة، سواء عرف بنفسه أو لم يعرف بنفسه.
لا نستقبل اتصال، وأول اتصال ومداخلة من الأخ سلمان من محافظة ميسان، حياك الله يا سلمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا سلمان، تفضل. شلونك مولاي؟ الله يبارك فيك، حياك الله، تفضل سلمان. أين مولاي شلونك؟ نعم. حياك الله حبيبي، تفضل. بالنسبة لزيارة المحبتين بالمرأة أو الكتاب. زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. نعم. نعم. أزورها مثلا الكتاب من البيت. نعم. إيه. يعني بس في القراءة أو إلا أصلي ركعتين للزيارة. واضح. واضح يا سماح، شكرا لاتصالك، إن شاء الله سماح السيد يبين هذه المسألة. نعم سماح السيد. في الواقع زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه يمكن أن تحصل بطريقتين، وهو أن يأتي قبر الحسين، وعندنا روايات أن يأتي قبر الحسين ويقف عند القبر الشريف ويقول، أو يقف بمحاذاة الرأس بعدين يتوجه إلى جانب الرجلين، رجلي الإمام. هذه آداب إتيان قبر الحسين، وهذه فضيلته جدا جدا كبيرة. وهناك أسلوب آخر للزيارة وهو من بعد. الإمام يقول له، يقول أعتقد للشخص الذي كان من أهل البصرة، مسمع، مسمع كردين، اسمه مسمع كردين، قال يا مسمع أتزور الحسين؟ قال لا يا ابن رسول الله. كان يخاف يزور الحسين، قال لا يا ابن رسول الله، عيون، العيون وكذا جاي يشوفوني وأنا رجل وجيه وشخصية. قال زين، أتذكر ما جرى عليه؟ قال لي أيوة مولاي. أصعد فوق السطح، اسمعوا شباب، أصعد فوق السطح أتوجه إلى كربلاء وأبكي وأقول السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. يقول أبكي وأستذكر ما جرى عليه وتسيل على دموعي حتى يظهر علي الحزن، أولادي يشوفون أنه أنا جدا حزين. الإمام الصادق، الإمام الصادق أعتقد أو الإمام رضا، التردد من عندي، قال له أنت معنا في الجنة، أنت معنا في الجنة. فحبيبي زيارة الحسين من فوق السطح أو من أي مكان إذا قدرت أن تروح له ممتاز، لك بكل خطوة ماذا كذا وكذا من الحج والعمرة. نعم. وإذا ما قدرت تصير مثل هذا الرجال اللي الإمام الرضا يقول له أنت معنا في الجنة. واضح إن شاء الله، أحسنت، مبارك الله بكم سماحة السيد. اللهم صل على محمد وآل محمد.